بيب غوارديولا غير مرتاح لما يقوم به الدوري السعودي وينبه الأندية الأوروبية ويقول: لا أعرف إلى متى سيستمر الأمر. كما كل المهتمين بالشأن الرياضي عموماً وبلعبة كرة القدم خصوصاً، أثار نشاط السعودية في الفترة الأخيرة اهتمام المدرب الإسباني بيب غوارديولا. مؤخراً علق غوارديولا على استقطاب عدد من لاعبي كرة القدم العالميين إلى الدوري السعودي، معتبراً أن الأمر يشكل تغييراً في سوق الانتقالات. أنا فيرمينو ليلي علي جينا. خلال تصريح لموقع نادي مانشستر سيتي، قال اللاعب الإسباني السابق إن المملكة غيرت سوق الانتقالات، منبهاً الأندية الأوروبية إلى أن عليها أن تستعد لرحيل المزيد من اللاعبين الكبار للعب هناك. غوارديولا أبدى تأكده من أن الدوري السعودي لن يكتفي بالتعاقدات الحالية، وقال: لا أعرف إلى متى سيستمر الدوري السعودي باستقطاب النجوم، لكن اللاعبين الكبار الآن يريدون اللعب هناك وخوض التجربة ضد بعضهم البعض. وعن تأثير ما تقوم به المملكة على كرة القدم في أوروبا، قال غوارديولا: الأمر لا يتعلق بالتهديد بالنسبة للعبة في أوروبا، إنما هو حقيقة، إنهم يريدون إنشاء دوري قوي. وأضاف: حتى الآن الدوري السعودي هو الدوري الذي يمكنه القيام بذلك. خلال حديثه، أبدى مدرب نادي مانشستر سيتي حزنه على انتقال اللاعب الجزائري رياض محرز إلى نادي أهلي جدة، وقال: أتفهم تماماً قراره بمغادرة مانشستر سيتي، لقد تلقى عرضاً كبيراً وكان من الصعب أن يقول عليه لا، كان من الجيد حقاً العمل معه، إنه لطيف ولقد تعلمت منه الكثير. وتابع: إنه أحد اللاعبين الذين استمتعت بهم كثيراً، لديه مهارات وقدرات تقنية لا تصدق. في هذا الإطار، اعتبر موقع جول المهتم بالشأن الرياضي أن الدوري السعودي صار يشكل عامل جذب للاعبين العالميين، لأن الإثارة لا تتوقف في صفقاته على حد تعبير المصدر. وبموجب هذه الصفقات، انتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، تبعه كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد، رياض محرز إلى أهلي جدة، كاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش إلى نادي الهلال، روبرتو فيرمينو إلى الأهلي، وسواهم.